السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. عواشركم مبروكه، نتمنى تكونوا كاملين ملاح. هذا الفيديو غادي نخصوه بالشباكيه بدون تشبيك على شكل نجمه البحر. بالنسبه لي اول مره يشوف القناه ديالي يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يبقى دائما يوصلوا الجديد ديالي، ويشترك مع الاهل والاصدقاء ديالو علاش لا. وبالنسبه لي اول مره ثاني يشوف القناه ديالي وما شافش العجينه اللي خاصه بالمملحه ديال البيتزا اللي غادي نعتمدوا عليها في ما عرف شحال من حاجه مالحه في رمضان، يعني غادي نخلي له الرابط ديالها تحت الفيديو ان شاء الله. يمشي عند الرابط الازرق اللي تحت الفيديو غادي يلقى تما الرابط نتاع البيتزا او عجينه البيتزا او العجينه الخاصه بكل المملحات. وغادي نبداو بسم الله على بركه الله، ما غاديش نطول عليكم. اول حاجه عندي واحد الاناء فاش غادي نخلط العجينه ديالي او الشباكيه. عندي 250 غرام ديال الفرينه، فيها واحد رشيشه ديال الملحه وواحد الفانيلا. عندي كاس ديال الماء اللي وضعت فيه حوالي 2 معالق ديال الماء الزهر وكملته بالماء عادي ديال الروبيني بارد. عندي نصف كاس ديال الزبده المذابه، وعندي كاس ديال السمسم او زنجلان اللي سهطته شي شويه. اول حاجه غادي نحط الماء اللي منسم بماء الزهر، وغادي نحط الزبده. غادي نحط الفانيلا وزنجلان، كاس ديال العنبه. غادي نبدي نوضع الفرينه اللي فيها واحد الرشيشه ديال الملحه، وانا كنخلط السوائل حتى نجمعهم كاملين. حسب النوعيه ديال الدقيق هاد اللغوصات هذه كتهز 250 غرام، ولكن الا كنا شفنا بحال الا كتلصق لينا ضروري ما نزيد واحد 2 معالق بحال هكذا. دائما حسب النوع ديال الفرينه او الدقيق الابيض. هنا وضعت 2 معالق في الزلافه، غادي نوضع الملعقه الاولى وغادي نخلط، وغادي نشوف واش نزيد حتى الثانيه. هنا بدون ما غادي نزيد الثانيه، يعني غير وحده اكتفيت بها، واحد الملعقه ديال الدقيق الابيض. وغادي نجمع مزيان العجين، المهم حتى ما يبقاش يتلصق بحال هكذا. غادي نوضعه على سطح العمل، غير غادي نجمعوا شي شويه، ما غاديش ندلكوا، غير واحد نصف دقيقه بحال هكذا حتى نحس كامله ديك الفرينه جنست مع العناصر. وصايي ما غاديش نكثر عليها الدليك. هنا غادي نقسمها على 3 ديال الكويرات، وغادي نجيب واحد البلاستيك فاش غادي نجمعها فيها، وغادي نخليها 15 دقيقه من بعد ما غادي نجمعها. باش ما يضربهاش الهواء، كي غادي تدوز 15 دقيقه غادي نولي باش غادي نشكلها. ومن بعد ما دازت عليها 15 دقيقه كيف ما شفتوا صايي جمعات وقصحت شي شويه. عندي واحد الميدلاك بحال هكذا، وعندي واحد هذا النقاش اللي كنقشوا به كعب غزال، وجراره ديال الخاصه بالبيتزا. وعندي اللوز اللي حمرته شي شويه، ما نحمروهش بزاف لان مازال غادي عاد يطيب بعد ما قشرناه بطبيعه الحال. غادي نجيب الدوره الاولى اللي غادي نخدم بها، وغادي نحلها. غادي نستعين بشويه ديال الفرينه، غادي نحلها. ما غاديش نحلها رقيقه كيف ما كنقولوا الشباكيه شحال ما جات رقيقه تجي مزيانه، لا غادي نحلها مزيان وصافي. غادي نوري لكم السمك ديالها اللي كيفاش انا حليتها. المهم هذه ما كتبغيش تجي رقيقه، الا جات رقيقه بزاف غادي تعذبنا في النقش، وغادي ما غاديش تسد لينا، غادي تبقى دغيا تنشف بحال هكذا. غادي نجيب القطاعه، واللي كان عنده شي قطاعه يعني اخرى على شكل مربع غادي تكون احسن، باش بدون ما غادي يجيب واحد المسطره ويعبر، غادي يكون عنده واحد القطاعه يكون عبر واحد، يعني ما غاديش كيف ما حنايا نديرو الجراره يقدر يخرج شي كبير شي صغير، او الا بغينا نديرو المسطره غادي نضلو نعبرو بالاحسن.
غادي نجيب القطاعة اللي على شكل مسطرة، وغادي نبدي نحسب شحال من سنتيمتر. جاتني واحد 5.5، باش هكذا يمشي لي قاع بر واحد. كيف ما قلت لكم، ما تجيش وحده كبيره وحده صغيره. هذا الا ما كانش عندكم القطاعه على شكل مربع. وغادي نبدي نقطع هذوك لي تراس اللي تراسيتهم بديك المسطره. غادي نحط لوزه في الوسط ديال المربع. غادي ندي القنت ديال المربع عند القنت، وغادي نعاود القنوتة التانيين وانا كنسد. ضروري دائما ما نتاكد بلي اللوزه راها واقفه. غادي نحطها على سطح العمل باش تشد الفورم ديالها من التحت، باش كنقليوها ونقدموها في طبق تقديم ما تعواش. المهم تاكدوا بلي تسطحات من التحت. وغادي نقشو دوك الجوانب ديالها بالنقاش الخاص بالحلوى. غير هو ضروري ما نخليوش الهواء يدخلنا بشي نافذه باش العجينه ديالنا ما تنشفش. من الاحسن الا كانت شي نافذه محلوله نسدوها، باش كنسدو الحلوى ديالنا تسدنا بسهوله، ما تجيناش صعيبه. الا نشفت ما غاديش نسدوها بسهوله. دائما على سطح العمل من بعد ما نسدوها، باش نشدو لها الفورم ديالها من التحت وتبقى واقفه. ديك البلاصه اللي كنقشوها ما نعاودوش نشدو فيها الاصبع ديالنا، كنشدو غير من الفوق. وغادي نحطوها على جنب. نعاود وحده اخرى، نحط اللوزه ونسد القنوت باربعه عند الراس ديال اللوزه، ونسد الجوانب بهذا الشكل. هذا الشكل هذا تقدروا ديرو في اي عجينه ديال الشباكيه، يعني ماشي ضروري غير في هذه العجينه اللي عملتها انا. تقدروا حتى عملتوا الشباكيه العاديه تقدروا تعملوا منها واحد الكميه بهذا المنظر، والكميه الاخرى بالمنظر يعني العادي ديال الشباكيه. كنعاود معكم باش ترفدوا بسرعه كيفاش كنلفوها. دائما كنتكوها مع سطح العمل شويه باش نسطحوا لها الارضيه ديالها. كنشدو غير من الفوق وكننقشوا باش ما يخسرش لي هذاك النقش. وغادي ندوز واحد الشبكه واحد الاناء فاش غيتقطر الشباكيه، والعسل فاش غادي نطفيها، والزيت من بعد ما سخنات مزيان. ضروري ما تكون شويه غزيره وسخونه. غادي نبداو نرميو فيها الحبات ديالنا ولا الاهرام ولا نجمه البحر. ديروا واحد الكميه كبيره. كيف ما شفتوا ما كتنحل ما حتى حاجه. وغادي نبدي بحال الا كنحرك فيها بواحد الفرشيطه هكذا. دائما الحلوى اللي كنقليوها ضروري ما نبقاو كنحركوا فيها باش تاخذ لون واحد، يعني ما تاخذش اللون بجهه وجهه تبقى. حتى خدات هذا اللون وغادي نطفيها في العسل، نحيدها وغادي نبدي نحط عليها العسل بحال هكذا. وغادي نخليها تشرب مزيان، ما غاديش نحيدها من العسل حتى الثانيه تكون على حل او قربات باش نحيدها عاد باش نحيد هذه من العسل. وإذا كانت عندي العسل كثيره والاناء كبير علاش لا ما نكملهمش كاملين ونخليهم واحد الساعه يشربوا مزيان عاد باش نقطرهم. من بعد ما الثانيه قربات ما تاخذ اللون الاحمر الاولى، قطرتها ومباشره بديت كنحط عليها سمسم او جنجلان. الطبق ديال الشباكيه ديالي كان هكذا على شكل نجمه البحر بدون تشبيك بدون عناء.
بالنسبه اللي باغي يعملها بالعجينه المعتمده عنده او دار شبك يعني بالعجين اللي كيعتمد به يقدر يعملها به، ماشي ضروري حتى يعمل العجينه اللي عملتها انا عاد باش يقدر يديرها. ونتمنى تعجبكم واللي اول مره يشوف القناه ديالي وباغي يشوف العجينه اللي عملتها معكم في فيديو سابق، عجينه ديال جميع المملحات اللي كنعتمدوها في رمضان اللي عملت معكم بها الدوائر ديال البيتزا وغادي نعتمدوا عليها كثير في رمضان. انا ان شاء الله هذا رمضان جايه لكم بوصفات كثيره اللي غادي تعجبكم وغادي تفرحكم مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم وغادي تحمر لكم الوجه. لهذا كنقول لكم بارتاجيو مع الاهل والاصدقاء ديالكم واشتركوا في القناه ديالي وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وانا ديما معكم في الجديد. المهم بالنسبه اللي باغي يشوف العجينه ديال البيتزا او المملحات ماشي غير البيتزا راه غادي نخلي لكم الرابط ديالها تحت لا فيديو مع لا غوسات او المقادير. كان شكلها زوين تماما بحال نجمة البحر. والسلام عليكم ورحمة الله.